هدى المطروشي فتاة إماراتية اقتحمت عالم تصليح السيارات من أوسع أبوابه لتكون بذلك أول سيدة تمارس هذه المهنة ومحطمة بذلك الصورة النمطية للمهنة المقرونة بالرجال. اسمي هدى محمد المطروشي من إمارة الشارجة. الميكانيك طبعاً كانت شغف من الصغر، وكنت أحاول أني أنا أنمي هالموهبة بحيث أن هي يعني تكون معاي يعني من الصغر لحد يومي هذا، لحد ما أنا فتحت الورشة هذه. كانت عبارة عن ألعاب وإلكترونيات، أحاول بس مجرد أن هي تعطل أحاول أني أنا أصلحها. بعد التصليح هذا اكتشفت في فترة من العمر أني أنا أحب أني أنا أصلح الأشياء، خاصة اللي فيها البطاريات ومع الوايرات الكهربائية. هني اكتشفت الموهبة، حاولت أني أنا أنميها أكثر وأكثر، وخضت التجربة هذه ودخلت في ميدان السيارات. ميدان السيارات مش يعني تجربة مش بسيطة، تجربة تاخذ يعني جهد ووقت وتفكير. نظرة المجتمع طبعاً ما راح تتقبل الموضوع هذا بحد ذاته، لأن الشغلة هذه بحد ذاتها رجالية بحت. أنا كسرت القاعدة أني أنا عملت الورشة لي، أنا مديرة الورشة، أنا صاحبة الورشة، وأنا اللي أشتغل في الورشة، أشتغل مع الموظفين اللي معاي، أنزل معاهم الميدان. مش دائماً، بعض الأحيان أني أنا أنزل معاهم، لكن اضطر الأمر أني أنا أنزل معاهم أني أشتغل معاهم. مش عيب أني أنا أكون مع الموظفين وأشتغل معاهم، العيب أني أنا ما أعرف أنا شو أدير، أو ما أعرف أنا يعني المصلحة هذه اللي أنا فاتحة فيها الجراج يعني ما أعرف شو وضعها، يعني بس مجرد اسم وعندي مشروع لا. فأحب أدخل في تفاصيل السيارات أكثر وأكثر. المجتمع طبعاً ما راح يتقبل هالموضوع، ولكن مثل ما تكلمت سبق وقلت أني أنا قد أكون يمكن ثاني أو ثالث وحدة أشتغل في هالموضوع، ولكن أنا أول وحدة أفتح الورشة. بالنسبة للتصليح يعني مثل ما قلت أتعلم وأتعلم، لأن التعليم مش غلط وما هو بعيد. المجتمع في يعني كل شخص نظرته مختلفة. وكانوا شباب يعني يجون الورشة لما يشوفون ان بنت هي اللي تشتغل فينصدم، يقول كيف عادي، ما عادي سواء الرجل يشتغل والمرأة تشتغل، فما في شيء اسمه عيب. العيب اني انا أجلس بس يعني انه بلا هدف. ما في شيء اسمه مستحيل، ما في شيء اسمه ما اقدر او لا استطيع. انت خل داخليتك تكون قوية، بس مجرد الإدارة الداخلية تكون أو الإرادة الداخلية تكون قوية، فأنت بتكون 10 على 10.